جزاكم الله خير. تقول سؤالها الثاني: رباط يوم وليلة متى يكون بالنسبة للمرأة حتى تواظب عليه؟ هذا في الجهاد في سبيل الله، والمرأة ليس عليها جهاد. الرباط هذا يكون في الثغور، ثغور بلاد المسلمين، يرابطون فيها لئلا يتسلل أحد من الكفار أو من الأعداء إلى بلاد المسلمين. هذا الرباط في سبيل الله عز وجل. والمرأة تجتهد في العبادة والطاعة وهي في بيتها، وهي على خير إن شاء الله. الحمد لله.